ماكو وطن ماكو دوام، الكلمة الفصل التي دحضت شائعات استئناف الدوام بشكل طبيعي. فكان الموعد بتجمع طلبة الجامعات في بغداد وتوجههم إلى ساحة التحرير رمز ثورة تشرين. التجمع الطلابي بدأ من أمام بوابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة الباب الشرقي، مرددين هتافات مناهضة للنظام الحالي وأحزاب السلطة. رغم محاولات الطبقة السياسية المستميتة في تمييع المطالب الشعبية والتقليل من شأنها، إلا أن صوت الثائرين على الفساد والفاسدين كان مدويا وأكثر وضوحا لمن لا يسمع أو يفهم. احنا مطلبنا واحد، هو الريد وطن، الريد نسترجع وطننا من ذول اللي باقوا الوطن، يعني اللي التموا علينا العملاء والفاسدين. احنا مطلبنا مثل مطلب كل طبقات الشعب العراقي، الفقراء والمثقفين كلهم اليوم ايد وحده، الريد نسترجع وطننا. الشعب بعد ما يسكت، هاي بعد هاي وصلنا للنهايه، لازم نغير كل شيء، لازم نغير الاحزاب ونغير الحكومه. الريد دولة واحدة وحكم واحد، ما نريد تشتت الأحزاب، ما نريد سياسة الأحزاب، ما نريد تدخل الدول الخارجية بينا ولا دول الجوار. لا للأحزاب الفاسدة ولا للسراق ولا للتدخلات الخارجية، هتافات صدحت بها حناجر الطلبة تحت راية العراق في مسيرات حاشدة باتجاه ساحة التحرير. طلاب العراق استقبلوا بترحيب استثنائي من إخوتهم المعتصمين في الساحة. أهلا تحية لزوار جبل أحد. من جبل أحد في ساحة التحرير، الثورة العراقية مستمرة.